قال لك خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. بغض النظر عن الجمله الغريبه دي، بس خلينا نقف وقفه كده ونرجع خطوه لورا قبل ما يتفرقوا الخالات بشويه. في اي عزومه، اي تجمع عائلي، اي قعده، وانت قاعد كده بتلاحظ مجموعه انواع من قرايبك لا يمكن تخلو منهم اي عزومه. اكتر نوع بياخد العين، بيشد الانتباه في عزومه القرايب دي، بتبقى خالتك القائم باعمال رئيس مجلس اداره بنك الطعام. دي اللي بتلم كل الاكل اللي فاضل من العزومه، الحلو والحادق، الناشف والسائل، السخن والسائع، الاخضر واليابس، وتعمل طبق كبير لاشرف يا حبيبي اللي ما جاش معاها، وتبقى متاثره قوي، عارفه بترص الاكل كده في الطبق عشان اشرف يا عيني قلب امه وبتاع، عماله تعمل له علب. الملفت للنظر ان اشرف ده عمره ما بيجي معاها اي عزومه من اول ما انا اتولدت، ودايما يا حبيبي ما بيقدرش يجي لسبب ما. يا حبيبي يا اشرف شخصيه اسطوريه والله، يعني لدرجه ان احنا بدانا نشك في وجوده من الاساس. في بقى قريبك المحقق يبدا يسالك عن خططك في المستقبل. مش هتشتغل بقى بدل ما انت قاعد كده؟ انا اشتغلت يا اونكل. طب مش هتترقى بقى بدل ما انت شغال كده؟ لا انا لسه مترقي من اسبوعين يا اونكل. طب مش هتعمل ماجستير بدل ما انت جاهل كده؟ ما انا هناقش الدكتوراه الخميس الجاي يا اونكل. طب مش تخطب بقى ولا انت اتجوزت يا اونكل ومعايا يوسف وجمانه يا اونكل؟ طب مش تطلق بقى على شغل المحامي ماشي في اجراءات الطلاق يا اونكل؟ مش عارف تعمل ايه؟ مهما عملت لازم يحسسك بالتقصير والفشل، محبط محبط جدا. هو اصلا ما كملش تعليمه ومرفوض من شغله، والديانه بيطردوه، وعمتي رافعه عليه قضيه خلع، وجاي يحسسني انا اننا فاشل. في طبعا قريبنا اللي مهاجر كندا بقى له 25 سنه وجاي بقى الاجازه اللذيذه، فقاعد في العزومه متجوز خواجايا غالبا، بتلاقي وشه مورد كده ويتكلم عربي مكسر، ومخلف بنتين مسميهم اسامي عربيه جدا من باب الحنين الى الوطن. تلاقيه عنده زليخه وزبيده، فاهم، ويقولهم بالتشكيل طول الوقت. وتلاقيه جايب وهو جاي هدايا مش منطقيه خالص، يعني مثلا تلاقيه جايب لباباك طقم تنس بالكور، او جايب لمامتك مايو صغير، وجايب لك مضرب بيسبول ابوك يضربك بيه بعد كده، عشان يعني ده بيبقى استخدامه غالبا. عندك طبعا مرات خالك مدام نظيفه، لا منظمه قوي، الفل قوي، قرفانه قوي، دي اللي بتسلم عليك بطرطوفه ايديها كده، وبعدين تشم ايديها، لو بوستها تقوم ماسحه البوست على طول، وش قدامك كسبش، تمسك كل حاجه بمنديل، الموبايل، النضاره، المفاتيح، تحس ان هي هتاخدهم ترفع من عليهم البصمات. وفي طبعا في اي عزومه الاثنين الستات قرايبك المتنافسين، دول اللي بيحولوا الصاله في كل مره يتقابلوا فيها لصاله مزاد علني. واحده تبدا تقول مش تباركوا لرانيا جابت 95%، التانية بقى مبروك يا روحي عمر كمان جاب 96%، ما هي رانيا 97% بالحافز الرياضي واتخطبت كمان، ربنا يتمم بخير، عمر كتب كتابه الخميس اللي فات بعد ما اخذ بطولة الجمهورية في الجمباز، طب رانيا عملت الزايدة، وعمر بيغسل كلية مرتين في الأسبوع، إيه في إيه يا إخوانا؟ الله يسامحهم بتوع برامج المسابقات اللي كلت دماغه دي، ليه كده؟ في العزومة برضه قريبك المكسل، ده اللي تلاقيه دايماً مجعوص على الكرسي كده أو نايم على الكنبة في وضع سقوط حر، يعني كأنه لسه واقع من السقف او من الدور الرابع حالا، فرشح كده. قريبك ده اول ما يشوفك معدي قدامه لازم يقفش فيك ويطلب منك طلب رخم وهايف في نفس الوقت. حماده حبيبي والنبي على وقفتك كده، هات لي نص كوبايه 7 اب مع عود نعناع من الجنينه من هنا. ابو حميد وانت لابس كده اخطف رجلك لحد عربيتي تحت، طلع الغطا من الشنطه غطيها كويس، وهات لي كل الريموتات هنا جنبي، وهات لي طفايه من المطبخ ولف لي سجاره، واعدلني كده، اعدلني في القعده عشان انا مكسل. ده اللي بابا بقى يرجع يقول لك في قعده اعتاب كده، ما تسالش على عمك فلان ليه؟ يا بابا ما هو من عمايله يا بابا، انا لو قلت له ازيك هيبعتني السلوم اجيب تين شوكي مثلا. في بقى العم او الخال المجوداتي، او ممكن نسميه نوستالجيا مان، يحب قوي الحته دي، ده وظيفته انه يكرهك في الايام اللي انت عايشها دلوقتي. تقول له مثلا فلان قريبنا كسب النهارده الحزام الاسود في الكاراتيه، يقول لك يا ولا انتوا بتشوفوه ده كاراتيه، ولا اللي بتشوفوه ده حزام، ولا الاسود ده اسود اصلا، طب الاسود ايه عامل ايه؟ ما الاسود ده لون، يعني هيتغير ايه؟ هيتغير ايه بمرور الزمن؟ بس هو عايز يحبطك وخلاص. ده انا وانا في سنك كسبت 5 حزمه في بطوله واحده، كان زمان بطولات. بغض النظر عن كلمه حزمه اللي هو بيقولها دايما، دي اللي بتبين ان هو ما يعرفش الفرق بين الكاراتيه وعبد المنعم ابراهيم، بس هو مصدق نفسه جدا. لو قلت له مثلا ايه انا جبت 100% في التاريخ، وبتقول لك يا هو اللي انتوا بتدرسوها دي تاريخ، غيروه حضرتك، يعني عملوا ايه؟ ممكن يعلي على نفسه يقول لك يعني هي ال 100% دي 100% بتاعتكم بتاعت اليومين دول، على فكره ده رقم ثابت. تقول له انا اتقابلت في ناسا وهسافر الفضاء، يقول لك يا هو اللي هتشوفوه ده فضاء، فين الفضاء بتاع زمان والحاجات الحلوه؟ بس ارجع واقول لك برضه اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. طبعا. واحنا بنحب اهلنا زي ما هم كده بكل غرابتهم وامراضهم، حتى امراضهم غريبه برضه، يعني اقول لها يا ماما تقول لي جاك مو، اقول لها يا بابا يقول لي جاك باو، او يا عم يقول لي عم الدبب. تخيل بقى حالتي وانا خارج من عزومه القرايب دي، عندي مو وبو وعم الدبب، منظر غريب بس قرايبي وبحبهم.